جديدة. الارهاب، جانب الارهاب باش يدخل في العمل في شخصية مجيد، باش يعرضنا، بدينا نحسه فما نوع من استقطاب للارهاب لبعض الشخصيات في العمل. اي لا لا ما ثم بعيد عليه، ثم حكايه اخرى في اكساخ. لا لا ما نجموش نكشفوا تو، نخليو في قادم الايام. باهي، النقطه اخرى عم ناول وقت نحكيو على الجزء الاول، حسينا كانه فما علاقه بدات تتكون بين مجيد ونعمه، وجهه جندوبي، بالناس اللي تتفرج بدات تعتقد انه فما حتى قصه حب، بما انه الهدف واحد ولاو يتقاسموا. فما لقاءات بيناتكم السنه باش يعاودوا يتقابلوا الشخصيات ولا ابدا؟ ابدا لا لا، مشيت القصه، مشيت القصه، انتهت غادي، انتهت خاطر ديجا مجيد مشى في باركور اخر، مشى المكان تبدل والظروف تبدلت، ومعناها نقولوا نحن كيفاش مسار الاحداث تبدل، ما عادش ينجم يتقابل مع نعمه في حاله واحده اذا كان كي مش يرجع لتونس. انما مجيد معناها الحكايه توفى في معناها في الرجوع، حد العوده واكه، وما عادش باش نراو فيه، ما عادش باش نشوفوه في تونس، اكه باش يقف غادي حكايته الكل تتم في الضفه الاخرى. في الضفه الاخرى.